الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 20 بعد 100، الدرس 18 في الاقتصاد الجزئي، تحت عنوان مرونة تكلفة الإنتاج Production Cost Elasticity. أرجو أن يكون فيه الفائدة للأحبة الطلبة في كل مكان والمتابعين لهذه القناة التعليمية، وعلى بركة الله نبدأ. مرونة تكاليف الإنتاج Production Cost Elasticity. تعرف مرونة تكاليف الإنتاج بأنها مقدار استجابة كلفة الإنتاج. تحدث عن Production Cost المختصرة بالحرف C، هذه الكلفة تستجيب لماذا؟ تستجيب للتغير في كمية الإنتاج Quantity of Output المختصرة بالحرف Q. وتعرف مرونة تكاليف الإنتاج رياضياتيا كما في الصيغة الآتية. عندي الآن مرونة تكاليف الإنتاج إبسلون صب سي كيو، يعني مرونة تكاليف الإنتاج نسبة إلى الكمية المنتجة، وتساوي التغير المئوي في الكلفة مقسم على التغير المئوي في كمية الإنتاج، وتساوي إذا كان في عندي معلومات، إذا كانت هناك معلومات متوافرة في جدول كلفة وكميات، تساوي في هذه الحالة الكلفة الثانية مطروحة من الكلفة الأولى مقسمة على الكمية الثانية مطروح منها الكمية الأولى، مضروبة في متوسط الكميتين على متوسط الكلفتين. أعيد هنا طبعا مرونة التكاليف بالنسبة للإنتاج إبسلون صب سي كيو تساوي التغير المئوي في كلفة الإنتاج مقسمة على التغير المئوي في كمية الإنتاج، وتساوي كلفة الكمية الثانية مطروح منها كلفة الكمية الأولى مقسمة على الكمية الثانية مطروح منها الكمية الأولى، مضروبة بمتوسط الكميتين مقسم على متوسط الكلفتين. نأخذ مثالا. يحتوي الجدول الآتي بيانات افتراضية عن كميات الإنتاج اللي هي المختصرة بالحرف Q وتكاليف الإنتاج المختصرة بالحرف C، طبعا بوحدات العملة الآن بالدينار، بالدولار، بالجنيه الاسترليني، دينار جزائري، ريال سعودي، جنيه مصري، وهكذا دينار عراقي أو بأي عملة. لكل وحدة وحدات الإنتاج تقاس بالطن، بالكيلوغرام، بالوحدة الواحدة منها، يعني 5 وحدات، 20 وحدة، وهكذا. لنفترض الآن بأن لدي المعلومات التالية عن كمية الإنتاج مقابل كلفة الإنتاج. كمية الإنتاج كانت 10، فكانت كلفة الإنتاج 25. أصبحت الآن كمية الإنتاج 25، فارتفعت كلفة الإنتاج إلى 55، وأخيراً ارتفعت كمية الإنتاج إلى 50، فارتفعت كلفة الإنتاج إلى 110. ففي عندي الآن 3 أزواج مرتبة، هذا الزوج المرتب، وهذا الزوج المرتب، وهذا الزوج المرتب. كل زوج مرتب يتكون من نقطتين، كمية إنتاج وكلفة، كمية إنتاج وكلفة، وكمية الإنتاج والكلفة. تحسب مرونة التكاليف بالنسبة لكمية الإنتاج إبسلون صب سي كيو بالتطبيق المباشر في الصيغة التي ذكرتها قبل قليل، وهي إبسلون صب سي كيو تساوي التغير المئوي في الكلفة مقسم على التغير المئوي في الكمية، وتساوي الكلفة الثانية ناقص الكلفة الأولى مقسم على الكمية الثانية مطروح منها الكمية الأولى، مضروبة في متوسط الكميتين مقسم على متوسط الكلفتين. دعنا نطبق مباشرة على هذه البيانات المتاحة. نستكمل المثال. الآن البيانات ومرونة التكاليف بين كل زوجين مرتبين من كيو وسي. نبدأ بالزوجين المرتبين الأولين اللي هم بهذه الحالة، هذا الزوج المرتب 10 و 25 10 كمية 25 كلفة، مقابل الزوج المرتب الثاني اللي هو 25 كمية و 55 كلفة. بالتطبيق المباشر تكون عندي الآن مرونة تكاليف الإنتاج إبسلون صب سي كيو تساوي بالتطبيق المباشر 55 ككلفة ثانية مطروح منها الكمية الكلفة الأولى ناقص 25 مقسم على الكمية الثانية مطروح منها الكمية الأولى 25 ناقص 10 مضروب في حاصل قسمة متوسط الكميتين على متوسط الكميتين، وتساوي بالحالة هاي 30 مقسم على 15 مضروبة في 17.5 مقسم على 40
والجواب النهائي بيعطيني فاصلة 875 بالألف، بمعنى آخر أقل من واحد صحيح، أقل من واحد صحيح. ماذا يعني هذا الجواب أو ماذا تعني هذه القيمة؟ تعني طبعا هنا عندي الإبسلون صاب سي كيو، تعني على سبيل المثال بأن زيادة كمية الإنتاج كيو، إذا زادت كمية الإنتاج بنسبة 10% مثلا، وهذه 10% ليست رقما سعريا نختاره لأنه يعني سهل بالضرب، فإذا ارتفعت كمية الإنتاج بنسبة 10% مثلا تؤدي هذه الزيادة في كمية الإنتاج إلى زيادة التكاليف سي بمقدار 10% هنا ضرب المرونة وتساوي 875، يعني 8% وثلاث أربعة، 8.75% أقل من 9%، وبالتالي تفسيرها حسب المرونات وتعريف المرونات التي ذكرناها في مقاطع سابقة بأن كلفة الإنتاج غير مرن نسبيا حسب تعريفات المرونات. شو تعني يعني ماذا ما المقصود بغير مرن نسبيا؟ أي بمعنى زيادة الآن كمية الإنتاج بمقدار 10% أو 20% أو 30% أو 1% يؤدي إلى زيادة التكاليف بأقل من نسبة الزيادة في الإنتاج. فهنا لاحظوا 10% لكن كلفة الإنتاج زادت بمقدار أقل من 10% 8.75%، وهكذا. نكمل الآن، نطبق الآن على الزوجين المرتبين الثانيين. أوكي، عندي زوجين مرتبين ثانيين هما 25 الكمية و 55 للكلفة مقابل 50 للكمية و 110 للكلفة. بالتطبيق المباشر مباشرة بكون عندي طبعا الآن الكلفة الثانية 110 مطروح منها الكلفة الأولى حسب الجدول هنا طبعا، لأنه هاي اعتبرناها غير موجودة الآن، قارنا بالأول بين هذين الزوجين المرتبين، الآن نقارن بين هذين الزوجين المرتبين، فتصبح الآن الكلفة الأولى هذه الكلفة الثانية، فالكلفة الثانية تساوي 110 مطروح منها الكلفة الأولى 55 مقسم على الكمية الثانية مطروح منها الكمية الأولى، وهكذا مضروبة في الآن متوسط الكميتين على متوسط الكلفتين، وبالأخير تعطيني الجواب النهائي واحد صحيح. ما المقصود بالواحد صحيح؟ طبعا هون الإبسلون صب سي كيو مقصود فيه أنه إذا زادت كمية الإنتاج بنسبة 10% على سبيل المثال يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف الإنتاج بمقدار 10 ضرب واحد صحيح وتساوي 10%. ما يعني الآن بأن كلفة الإنتاج أحادية المرونة، أي بمعنى آخر إذا زادت كمية الإنتاج بنسبة مئوية معينة يؤدي ذلك إلى زيادة كلفة الإنتاج بالنسبة ذاتها بنفس المقدار. الآن آخر جزء من المثال اللي هو نطبقه على آخر زوجين مرتبين اللي هم الزوج الأول والزوج الأخير هنا. فبالتطبيق المباشر عندي الكمية الثانية 110 مطروح منها، عفوا الكلفة الأخيرة الثانية مطروح منها الكلفة الأولى باعتبار هذا كأنه غير موجود الآن، فالكلفة الثانية مطروح منها الكلفة الأولى مقسم على الكمية الثانية مطروح منها الكمية الأولى، الكمية الثانية مطروح منها الكمية الأولى مضروبة في حاصل قسمة متوسط الكميتين على متوسط السعرين، والجواب النهائي بعطيني 0.944 أقل من واحد صحيح. ما يعني ماذا؟ أنه إذا زادت كمية الإنتاج بنسبة 10% مثلا تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج اللي يصير بمقدار 10.944، بعتذر يجب تكون النقطة هنا لكن اعتبروا لها كأنها فاصلة لأنه هذا المقدار هو مضروب في 10% وتساوي 9.44%، يعني أقل من 10%. ما يعني الآن بأن كلفة الإنتاج غير مرن نسبيا حسب تعريفات المرونة. ما نلاحظ الآن من هذه المقادير بأن مرونة تكاليف الإنتاج تختلف أزاء الكميات المختلفة، يعني إذا تغيرت الكميات وتغيرت التكاليف تختلف من حالة إلى أخرى، بمعنى آخر بأن المرونة ليست ثابتة بالمقادير نفسها. المقطع القادم بإذن الله سيكون حول نظرية المنفعة utility theory وعلاقتها بالطلب والعرض بإذن الله. لا تنسوا الاشتراك معنا بالقناة وإبداء الرأي حول المحتوى من أجل تحسين المقاطع المقبلة منها، هذا هو الرابط طبعا، و
وإن شاء الله إلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.